بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام الأحبة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أجمل وأرق تحية لكم مع بداية حلقتنا اليوم، برنامجكم من صلالة، حيث ما زلنا نتواصل معكم من هنا باستوديوهات تلفزيون سلطنة عمان في جبل إيتين في مواكبتنا ومتابعتنا اليومية لتفاصيل الجمال هنا في سلطنة عمان، تحديدا في محافظ ظفار مع موسم الخريف، وأيضا زياراتنا إلى الأماكن المختلفة وكذلك مختلف الفقرات التي نقدمها لكم يوما بعد آخر. أجمل وأرق تحية لكم أيها الأحبة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى تقضون معنا اليوم وقت طيب وشيق وممتع. مساء الخير غدير. مساء الخير عامر، مساء الخير مشاهدينا، نرحب فيكم مرة ثانية في برنامج من صلالة، ونرحب فيكم أيضا من أحضان الطبيعة، ورح نكون متواصلين معكم اليوم ويوميا بإذن الله تعالى من الثانية مساء ظهرا، الثانية والنصف ظهرا إلى الساعة الرابعة مساء. برنامجنا طبعا يوميا يتجدد فيه اللقاء، وأيضا تتجدد فيه الفقرات، وأيضا تتجدد فيه الأخبار التي نستلمها منكم والأخبار التي نأخذها ونعرضها أيضا معكم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عن طريق هاشتاج البرنامج، هاشتاجنا على الإنستغرام من صلالة، وهاشتاجنا على التويتر من أندرسكور صلالة. تحياتنا لكم، ونذكركم أحبائنا الكرام بأن المسابقة طبعا ما زالت قائمة، راح نذكركم إن شاء الله بتفاصيل السحب والمبلغ وكذلك الأرقام. على بركة الله نبدأ معكم حلقتنا اليوم، ونتمنى بإذن الله تعالى تقضون معنا وقت طيب وشيق وممتع كما نحن دائما نقضي معكم أجمل وأمتع الأوقات. خليكم معنا. كسائر العيون، أم أنت عين العيون؟ الحسن باد على حواجبك، والنظر إلى مقلتك لغة أخرى، وكلام على كلام في علم اللغات والدلالات. أهذا هو الطريق إليك رغم الانحناءات والتعرجات؟ أم كل المسارب تقود إلى منابع نزك وإلى حيث أنت تسكبين ماء عذبا زلالا يروي العطاش ويسر الناظرين؟ ما هذا الجمال الذي يلفك من كل جانب؟ وما هذا الحسن الذي زين كل ثلمة فيك؟ وماذا عن هذه الصخور التي شكلت ملامح وجهك الجميل؟ وقد خطبت جداولك بكل مفردات الجمال. لو جاز لنا القول لأخضعنا اسمك إلى كل تفسير وتاويل، ولقلنا مجازا إنك تتغزلين بذاتك، عندها نقول فعلا إن
لكنك غير تلك العيون. مدخلك، محيطك، أشجارك، نباتاتك، ماءك المنساب جداول ومسارب، عناوين جمال تجبر الرسام على تناول ريشته ليرسم ما يشاء من تلاوين المكان. فأنت حكاية مع الناظرين والرسامين، إنها حكاية عينشت. خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مسقط، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. من هنا تبدأ حكاية كثير من الناس. رغم مشقة العمل، فرحتها تكللها مبسم الأحفاد. في سر الوصفة طحين الخبز العربي وأجود المعجنات التي تأسر الألباب وتطرق باب كل بيت عماني يتحلق حوله الأصحاب والأحباب. ومهما تعددت الوصفات والمأكولات، يبقى الطعم الأصيل في طحين الخريف من منتجات شركة مطاحن صلالة هو الخيار الأول في كل وصفة. شركة مطاحن صلالة، لحياة أكثر صحة. الحكيم، عيادات عامة وتخصصية، أطباء استشاريون مقيمون وزائرون، وحدة للأشعة مع الرنين المغناطيسي المفتوح، وحدة القلب والسونار، مختبر للفحوصات الشاملة. عيادات عامة وتخصصية، وحدة الأوزون لعلاج القدم السكري وغسيل القولون، وحدة تشخيص هشاشة العظام. عيادات عامة وتخصصية. الحكيم، اختيار الحكيم. أكثر من ثلاثة عقود ونحن نشكل جزءاً من إنجازاتكم وإنجازات الوطن، ننشر الأمل والسعادة، نتقاسم معكم لحظاتكم الجميلة وأحلامكم الكبيرة، نساهم في تحقيق طموحاتكم ونحدث تغييراً للأفضل في حياتكم، نلبي احتياجاتكم عبر التميز في الخدمات وتقديم أحدث المنتجات، فنحن شريككم المصرفي الذي يفخر دوماً بخدمتكم. لنسمو معاً ونسهم في تحقيق التقدم والازدهار لوطننا. محبة فيني ترحيب دافئ، مرحبا بك تفضل كل
مناظر دمه العمر ثاني فوق تل وادي عيش مغرم وعاشق عيش قوي النعايم عيش في قوي ثاني في قطاع المحبة فيني ترحيب دافر مرحبا بك تفضل كل ما قد عاهد فيني أهلك ورابعك تحتي هدان بارك والعيون الذكية سيلي ترحيب دافر مرحبا بك تفضل كل ما جيت عاني بيني أهلك ورابعك تحتي هنتان بارك والعيون الذكية والسنة والمغاني من دموع اللبانة طيب الفايح وعابر هزه الشوق هزه للجبل والمواني وسط حضن الطبيعة غيمها بنعانة في خريف صلالة يا خريف الأماني في طوفان المحبة سيري ترحيب دافر مرحبا بك تفضل كل ما جيت عاني بيني أهلك ورابعك تحتي هنتان بارك والعيون الزكية والسنة والغاني المحبة سيلي ترحيب دافر مرحبا بك تفضل كل ما جيت عاني بيني أهلك ورابعك تحتي هنتان بارك والعيون الذكية والسنة والمغاني دام عزك بلادي عز بالأمن وافق والغبيرة حكيمة نهدي سلطان باني حبنا للمفدى حب وافي وصادق دومي راسخ وثابت وسط نبض العماني في طوفان المحبة سيلي ترحيب دافر مرحبا بك تفضل كل ما جيت عاني أهلك ورابعك تحتي هنتان بارك والعيون الزكية والسلا والمغاني الأغنية التي شاهدناها قبل قليل مشاهدينا الكرام إهداء لبرنامجنا وهي من كلمات وألحان الشاعر سعيد بن أحمد طقوق قطن غناء الفنان حسين النهاري التوزيع مهلب بنصيب المكساج هاشم فضل مونتاج وتنفيذ زميلتنا ليال مجدح نوجه لهم جميعا التحية والشكر أيضا هكذا أيضا يشاركونا بإهداء بعض الأغاني لبرنامجنا واللي تحكي عن جماليات الخريف أيضا في محافظة الضفاف صحيح يعطيهم الله ألف عافية على هذه الأغنية الجميلة أيضا مشاهدينا عندنا تذكير بالمسابقة وأيضا تذكير بعناوين الطرق وأيضا طرق التواصل معنا عن طريق الإنستغرام وعن طريق التويتر طبعا ذكرت لكم أنه عن طريق التويتر راح يكون هاشتاج من أندرسكور صلالة لاستقبال الصور والفيديوهات منكم إلينا ونحن نقوم بعرضها واستعراضها معكم بإذن الله تعالى وأيضا راح نقول
بشكل سريع ايضا انه 25/8 باذن الله تعالى، وخلاص بادين على الدخول الى شهر اغسطس ان شاء الله. ان شاء الله شهر خير علينا وعليكم. شهر اغسطس بتاريخ 25/8 راح يكون معنا سحب على 10,000 ريال عماني، راح تكون مقسمه على فائزين اثنين، عفوا أنا ألاف. كله طايحة في 10,000. العشرة آلاف راحت خلاص، بالي في العشرة. خذوها أصحاب الحظ، باقي 8,000. في السحب الأول كان معنا فائزين اثنين، وكانت الجائزة 10,000 ريال عماني، وقسمت على فائزين اثنين 5,000 لكل فائز. وأيضا السحب الثاني راح يكون أيضا بتاريخ 25/8 إن شاء الله، راح يكون على مبلغ 8,000 ريال عماني مقسمة على شخصين اثنين، بذلك الفائز الأول يكون فائز بمبلغ 5,000 ريال عماني، والفائز الثاني بإذن الله تعالى يكون فائز ب 3,000. طبعا في آخر حلقة من برنامجنا صحيح، إن شاء الله. الختام ختامها مسك إن شاء الله. إذن مشاهدينا أيضا الأرقام اللي شاركت معنا والأشخاص اللي ساهموا أيضا بالدخول إلى السحب وتمكنوا أيضا من استكمال كافة الشروط وكانوا معنا، أساميكم ما زالت موجودة، عفوا أرقام ما زالت موجودة، وبراح تدخل معنا أيضا إلى السحب الثاني. عندنا أيضا طريقة الاشتراك، ترسلون رسالة SMS فيها كلمة عمان إلى الأرقام التالية اللي هي عمان تل، ترسلوا على 91195، وأريد ترسلوا على 91820. حوالي يعني مثل ما تقول العدد الكثير اللي كان يرسل ويشارك، يقولوا نحن يمكن من السحب الأولاني ما راح تكون عندنا فرصة أنه نحن ندخل السحب الثاني أو ما شابه. لا بالفعل الأرقام ما زالت موجودة، موجودة نعم. والسحب راح يتم على الأرقام اللي شاركوا من جديد، والأرقام أيضا اللي كانت سابقا معانا بإذن الله تعالى يكون الفال من نصيبكم هالمرة والجائزة تكون من نصيبكم. نشوف عمر شوية نعم. صور وتغريدات نعم. وأشياء نعم. عندنا أشياء منوعة اليوم، منها راجح فاضل أيضا راسل لنا تغريدة العصفور في وادي غيض، راسل لنا إياها بس عشان ناخذ عدد أكبر من التغريدات، راح نستعرض على الشكل السريع. الكثير أيضا يأخذون معهم المؤونة ويروحون إلى الجبل، هي شوا هي غداهم، رحلة موفقة إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله وقت سعيد. إبراهيم من الماء والخضرة، يعطيك العافية يا إبراهيم. أيضا صوب صرفيت طشة، تحياتنا لك الورد الأبيض. فهد عبد الله كاتب لنا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا وادي العيون صباح اليوم. أيضا على خطى الناجحين كاتبين برنامج يرصد الواقع ويقربنا لجمال الطبيعة في مدينة الجمال صلالة. تحياتنا إذن لجميع من لكل الناس اللي شاركوا معنا عن طريق هاشتاج البرنامج، احنا نتمنى أيضا تواصلكم يكون معنا بحيث أنه نحن أيضا نقدر نناقش صوركم، نقدر أنه نعرضها أيضا على الهواء. بالنسبة للهاشتاجات كل يوم ناخذ فقرات بسيطة على أساس أنه نقسمها خلال البرنامج لكثرة التغريدات اللي معنا. طيب، وطبعا صلالة المدينة الجميلة بكل ما فيها من تفاصيل، محافظة الظفار أيضا مشاهدين الكرام مع موسم الخريف الجميل. نأخذكم الآن في فقرة صوغات، الفقرة المنتظرة في برنامجنا مع زميلنا محمد المخيني مع الهدايا والأحاديث الجميلة وضيوفه. محمد هذه المرة في منتزه البليد الأثري هنا في مدينة صلالة، نتابع. صوغات الخريف برعاية البنك الأهلي. مشاهدينا يا مرحبا وحياكم، صوغات الخريف ياتكم مرة ثانية. جولتنا اليوم من منتزه البليد الأثري، بناخذ جولة جميلة في هذا المكان الجميل. ما بتكلم أنا، خل عدسة عامر هي اللي تتكلم، تعالوا معنا. لذانا قلبي مشينا هوا عماني يا زينة، صلالة تنادينا لزوم الله زورا. كم يوم صار لكم بصلالة؟ والله واصلين قبل 3 أيام تقريبا. أول مرة تزوروا منتزه البلي؟ لا تقريبا الحين ثالث مرة. ثالث مرة تمشيت وشفت المنتزه كامل؟ ايه شايف. وشفتوا عمليات التنقيب على الأثاث؟ ايه كامل. زين،
سؤال يقول كم عدد ولايات محافظة الظاهرة؟ الظاهرة كم ولاية؟ تعالنا تعال بالحسبة بعض. انت ايش اسمك؟ ادريس. ادريس كأنك زعلان مني؟ لا ما زعلان ولا شيء. انت ايش رايك انا اسأله وانت تدش جوجل؟ لا لا. كم ولاية محافظة الظاهرة؟ والله بعيدة علينا يا اخي. ها؟ خمس. خمس؟ قريبة. ايش هم قول لي؟ ما اعرف. محافظة الظاهرة ولاية الظاهرة. شو تسوي؟ ثلاث. دخلت لحقتي؟ لا خل عنك. دخلتي في الجوجل؟ اعترف عشان اساعدكم. دخلتي في الجوجل ما دخلتي؟ لا والله. كم عدد ولاية محافظة الظاهرة؟ ثلاث. حلو. الولاية الأولى؟ ينقل. يا سلام. الولاية الثانية؟ عبري. يا سلام. الولاية الثالثة؟ ضي. انت فين اسئلة وانت تجاوب؟ احنا نسأله وانت تجاوب. الله يهداك. انت كن اشوفك رحت هناك ورجعت. من خبرك؟ انا كاني عمرو فليت خبرته. اذا اجابتكم الاجابه الصحيحه عدد ولايات محافظ الظاهره ثلاث. ولايه عبري. ولايه ينقل. وولايه ضي. صح. اجابتكم الاجابه الصحيحه. تعالوا نعطيكم الصوغات. 50 ريال من الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. لا تخبرين خالص عشان لا ياخذ عليكم. برنامج الولاء من مكاسب. برنامج مكاسب من عمان تل. هذا البرنامج أنا كل ما تتكلمون تحصلوا نقاط. تكلمون مكالمات الهاتف الثابت نقاط. تستخدمون الانترنت نقاط. كل شيء تستخدموه في عمان تل تحصلوا نقاط. 25,000 نقطة من برنامج مكاسب 75 ريال. تبون تدفعوا فواتيركم بتسوقون اللي تبونه. عندكم أيضا 50 ريال من الشركة الوطنية للعبارات. تذكرة بحار إلى خصب. هذا خور ما ينفع. ما العبارة أكبر من هنا. من شناص إلى خصب لشخصين. بعد بنعطيكم مركز الخليج لتقويم الأسنان. عندهم في الموالح كل شيء تبون التقويم والتنظيف التلميع العلاجات كل حاجة عندهم بقيمة 50 ريال. تساعده. هذا أنا أوزع. هذا تشوف علي. شوف أنت. مركز مسقط للأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. جلسات الليزر وحركات. هذا ب50 ريال. خبري خالي. انزين. وايضا شركه برزمان. ماي برزمان. بتشربون ماي بالاحجام اللي تبونه وجميع المنتجات اللي عندهم. تعرفونه برزمان؟ اي نعرف. 50 ريال. يا فرحانه. انزين. الديوانيه للحلوه العمانيه 50 ريال. خذي. ترى ما اوزع. قد اوزع عيديه. انزين. هات. وايضا مطعم البليد قدموا لكم دعوه عشاء او غداء تروح تاكلوا من قاعد اشر. تقول لي اني هذا انت. ها يلا. عطورات الشعله عندهم فرع في صلاله جاردنز مول في عمانه فنيوز مول في هني في منتزه البليد. بعدين بنروح لهم. اعطيها من خذ. يلا. وايضا هيا. خلصنا. يلا شكرا. تبون زياده بعد؟ ها والله ما اعطيناها شيء. ما اعطي. تعال ما اعطيناها شيء. سمحي لنا. انا اسفه. البنك الاهلي قدم لك هذه الهديه. فرحان ولا ما فرحانه؟ فرحان. لا طلعي. ضمي. تعالوا نروح اللي بعده. مليون وسامره وانا عاد بيحل المقمر وبخوره صلاله قوش حالي. سؤالنا يقول متى احتفلت السلطنة بعام التراث؟ في عام الشبيبة وعام الصناعة وعام الشباب. عام التراث متى؟ تمشيت في المنتزه البلي؟ مشينا. نعم مشيت. وشفت الآثار؟ شفنا القاعات والآثار الجميلة. يا سلام عليك. سنة كم؟ 94. يا سلام. صفقوا لأبوكم. صفقوا له. أيوه. إجابتك الإجابة الصحيحة. ياتك الصوغات. 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أنت لا تزعل. ومركز الخليج لتقويم الأسنان كوبون بقيمة 50 ريال. وأيضا عمانتل. والجميل في عمانتل جماعة خير عندهم خدمة جميلة. تأخذ باقة 7 ريال. تحدد 5 أرقام تبيهم في العائلة. تتكلم معهم مجانا. 3 يعني انترنت مجانا. خدمات جدا جميله تحصلونها من عمانتل. مركز مسقط للامراض الجلديه وعلاج بالليزر. اشوف محدد ولا بعدك؟ بعدك. ها. 50 ريال من عندهم. عندهم فرع في بركه وفي مسقط وفي صلاله.
الشركة الوطنية العبارة تطلع من وين؟ من شناص. وتروح هين؟ قصب. هذا لشخصين انتوا قعدوا ما حبوه وبيروح هو وماما. انزين ايضا الديوانية للحلوى العمانية قدموا لك هذا الحلوى الطيبة، وايضا دعوة عشاء او غداء من مطعم البليد. زين لانت والمدام والعيال تروح تتغدى وتعشوا الشعلة للعط. لا لا انت تسلمه، انت تسلمه، انت تسلمه، هذا من الشعلة العطور. ها يشتروا الماء. لا خلاص ما الشعلة العطور افرعهم في صلالة جاردنز مول، وهذا المكان طبعا المحل في منتزه البليد، وعندهم في عمان افنيوز مول وفي شارع السلام. والنحلة الذهبية طبعا موقعهم في مسقط وعندهم فروع ثانية بنتكلم عنها في الحلقات الثانية. النحلة الذهبية من أجمل وأروع العسل عندهم، هذا طبعا عامر لو تقرب منهم يستاهلون. النحلة الذهبية وهذه بياناتهم وهذه أرقامهم، يستاهل وتستاهل العسل. أباك باكر تسوي ريوق هيش عسل، جولة عسل، جولة وقروص وخبز مهفوس، وخبز مهفوس. خاطرك شيء؟ جزاكم الله خير. بنتفشش بالعطور وبنتعطر من عطورات الشعلة وبنروح للمكان الثاني. اللي قاني وصل عندنا عاني، خذ بسمة عماني من الأرض المعمورة، صلالة قوش حالي في الأصلور. متواصلين معكم مشاهدينا ومع أخ عزيز وغالي من المملكة العربية السعودية، نتعرف عليك. المهندس عبد الرحمن السويلم. يا أهلا وسهلا فيك. من وين؟ من المملكة؟ من الرياض. والنعم من العاصمة. اي نعم. كيف شفت الأماكن السياحية؟ روعة ولا بعدها روعة. الله. مناطق سياحية في وادي الدربات، استمتعت بشلالات. نعم، واكرم شلالات ولا توجد في أوروبا مع الله. المقيسيل، المغسيل، المغسيل والنوافير على النافورة. النافورة وجبل مرنيف في القوت. افت القوت. شفت منظر البحر من فوق. اليوم انت في منتزه البليد الاثري، كيف شفت التنقيب عن 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 البيوت وعن المسجد وعن 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 الاثار اللي موجوده؟ التنقيب ما شاء الله ممتاز وبطريقه صحيحه، والاثار المجمع داخل المتحف اللبان وداخل المتحف الداخلي من اشكال السفن والقوارب اللي كانت تستغني في الماضي، ورب ان شاء الله كان كل شيء وافي سعيدة كله كافية. حياك الله. عندنا سؤال ونتمنى انك تعرف الإجابة. اول دولة عربية انشأت وزارة للبيئة؟ اتوقع ان اول دولة عربية سلطنة عمان. سلطنة عمان وزارة البيئة والشؤون المناخية، اول دولة عربية انشأت وزارة معنية بالبيئة. وإجابتك الإجابة الصحيحة، ويا هلا فيكم يا أهل المملكة. صوغات احنا نسميه مسابقات صوغات الخريف، بعض من الصوغات طبعا 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة طال عمرك دعوة عشاء أو غداء. أنت أخويك ما رضى يطلع معنا في مطعم البليد اللي جنب المنتزه، تروحون وتستمتعون بمنظر جميل وبأكلات عمانية جميلة. تروح منطقة القوف عندك أحد من الشباب العمانيين، تأخذون حلوى لأهل السعودية من الديوانية للحلوى العمانية، وأيضا عطورات الشعلة عندهم أفرع هنا في المنتزه وفي شارع السلام، هالعطورات الطيبة والطيب لأهل الطيب. طيبة لطيبكم. الله يخليك. وأيضا هدية مقدمة من البنك الأهلي، ومنكم السموحة. جعلكم أقنية إن شاء الله، وربي يجمع عليكم الصحة. الله يحفظك. الله وشرفتونا بقيادة السلطان العظيم. اللهم أمين. أحسن. بارك الله فيك. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام جولتنا اللي خصصناها من هذا المكان الجميل من منتزه البليد الأثري، على أمل أن نلتقي معاكم مرة ثانية جولات غيرها. مع السلامة. وحياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن كانت زيارتنا مع محمد إلى منتزه البليد الأثري
وطبعا بالإضافة إلى المنتزه والخور خور البليد بكل ما فيه من تفاصيل وجماليات، أيضا المتحف متحف أرض اللبان، وتحية إلى مكتب معالي مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية القائم على هذه الأماكن، وأيضا تهيئتهم للمكان للزوار للتعرف أكيد على تاريخ عمان ومحافظة ظفار كذلك، بكون إنه هذا المتحف وأيضا هذه المنطقة الأثرية موجودة هنا في صلالة، كإضافة أيضا من الإضافات التي يمكن أيضا للسائح أن يزورها ويستمتع فيها ويقضي فيها وقت ويتعرف معلومات عن البلد. صحيح، وخصوصا منطقة البليد هي منطقة أثرية جميلة، طول السنة شغالة فيها الفعاليات، طول السنة المتحف على طول شغال، أيضا المناظر اللي هناك يأخذون الناس أيضا بالقوارب الصغيرة يمشونهم بداخل المكان، في أيضا هنالك في أشخاص يقومون بعمل تعرفه أيضا إلى الزوار، خصوصا حتى في ناس كمرشدين يعني كمرشدين يعرفون لهم هذا الموقع معلومات إيش اسمه عن هذا المكان وكيف، ويعطونهم طبعا لمحات تاريخية عن المكان بالتأكيد. معلومات جميلة جدا المكان تعطى. ما شاء الله الموقع متكامل ما شاء الله. صحيح ما شاء الله. إذا مشاهدينا أيضا من مساء الخريف الجميل وأيضا من حفيف الأشجار اللي خلفنا نحن نشوفه بس ما نقدر نسمع، أيضا تغاريد العصافير اللي حوالي الاستوديو هذه ممكن نسمعها. راح نستعرض معاكم بعض الهاشتاغات اللي وصلتنا عن طريق التويتر عن طريق هاشتاغ برنامج من صلالة. عندنا فواز بانج، فواز راسلنا صورة اللي هي ضباب بين جبلين، يعني سبحان الله تفكر انه هذاك ابيضاض، هي رسمة هي صورة سبحان الله تطلع كأنها شيء ما يعني العين ما تقدر تستوعبه. صحيح، إيش هو من المشاهد اللي ممكن ايضا انها تكون مبهرة الى حد كبير في كثير من المناطق خاصة مناطق الجبال. اذا خلود ايضا الحمد لله على سلامتكم، صورتنا فيديو هي نازلة من الجبل، نلاحظ انه الضباب ايضا موجود، نلاحظ ان الامطار ايضا موجودة، وليت انه الكل خصوصا لما يكون نازل من الجبل ويوصل الى نقطة تمريت انه يخفف السرعة وانه ياخذ باله من الطريق ويكون يعني منتبه اكثر، خصوصا انه منطقة الجبل ايضا القطيع ايضا ما زال موجود، الناس تحط القطعان قريبة من بيوتها، الناس اللي كانت تطلع من المدينة وتطلع الى الجبل هناك طبعا في موسم اخر، فياليت الانتباه، ياليت انه يكون في تركيز على الطريق عشان توصلون بالسلام وتستمتعوا معنا بالاجواء وتتابعونا، خصوصا وايضا تكونوا متواصلين معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي باذن الله تعالى. اذا بالنسبه طبعا المناطق مثل ما تفضلتي غدير هي مناطق رعي بالاساس. صح. مراعي مفتوحه، بالتالي هناك إمكانية أنه بعض الطرق تكون موجودة فيها بعض الحيوانات طبعا بحكم أنها ترعى في هذه. صحيح. المناطق، والحذر مطلوب أيضا مع ازدياد أعداد الناس والسيارات كذلك أثناء القيادة سواء في المناطق الجبلية أو حتى في المدينة، واجب مراعاة الحدود المسموحة للسرعة وعدم. صحيح. التجاوز إلا مع التأكد من خلو الطريق، لأنه أعداد المركبات الآن في هذه الفترة ومتوقع أيضا خلال الأيام القادمة أنه يزيد بشكل كبير. من فقراتنا المشاهدين الكرام تقرير هذه المرة مع زميلنا أحمد بن محمد المعمري، وأحمد يزور معنا ممشى إيتين، وفي سهل إيتين أيضا هذا الممشى هو إضافة أخرى أيضا تقريبا من عام أو أكثر موجود هذا الممشى، أيضا مكان يسمح للناس بالتنزه وقضاء وقت طيب مع درجات الحرارة ما شاء الله طيبة خصوصا في السهل وأيضا في مناطق الجبل. نتابع مع أحمد إذا هذا التقرير عن ممشى إيتين. سنتعرف اليوم على أحد المواقع السياحية الجميلة والرائعة، جولتنا في منتزه إيتين الذي يعد مساحة جميلة للأسر والعائلات، وأيضا يوجد به ممشى ومجموعة من المواقع والألعاب الترفيهية.
هذا الممشى الذي يجمع بين الاستراحات المخصصة للعائلات وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية. والله تجربتنا عندنا يوم صغرنا يوم صغار استخدمناهن الهوائية، ذي الدراجة الهوائية، ومستوى حلو يعني تمام يعني. والله هو يجمع كل شيء هذا المكان، يعني في العوائل تاخذ راحتها وفي الاطفال نفس الشيء، موجود العاب جميله وخاصه في الاجواء هذه، يعني الواحد يحب يجي مثل هذه الاماكن الجميله جدا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. فرحان؟ ايوه. من وين جاي الحين؟ من مسقط. عجبتنك هاي الدراجة؟ ايوه. ايش اللي عجبنك فيها؟ نسوقها. ما شاء الله. وانت من اسمك؟ رند. رند؟ فرحانة؟ وانت الحلوة؟ سما. سما ايش تسوي؟ اسوق. سوقي؟ ايش تسوقي الدراجة؟ تعرفي تسوقي؟ وين رحتي في صلالة؟ تمشيتي؟ وانت من اسمك؟ مزن. مزن خبرينا ايش رايك في الدراجة؟ حلوة يعني، نحن نسوقها ونستمتع بالمناظر في المنتزه. تسوقوا وتستمتعوا؟ ايوه. يا سلام عليك. وين رحتوا بعد في صلالة؟ رحنا عين اثوم، عين صحلنوت، ورحنا في تلقوت. زين، هذه التجربة الحين في الدراجة جميلة؟ ايوه واجد. يلا زين، قولي حال الاطفال تعالوا هنا وقربوا، تعالوا هنا ولعبوا معنا. شكرا، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ من اسمك؟ تيمور. تيمور، ايش رايك في الدراجه؟ حلوة؟ ايه حلوة. مشيت؟ ايه. تعرف تسرع؟ ايه. كيف يوم تسوق؟ يوم فرحان؟ ايه فرحان. يلا زين، اريدك تسوق كذا كذا، روح واسرع، يلا اسرع، لكن لا تطيح. كيف حالك؟ فرحان. من اسمك؟ تركي. من؟ تركي. تركي؟ فرحان تركي؟ لعبت بالدراجة؟ ايش لعبت بعد؟ وش بعد؟ العاب. اشتريت شيء؟ ما اشتريت؟ انت من وين؟ من عبري. من عبري؟ حلوة صلالة؟ حلوة؟ احلى صلالة ولا عبري؟ يلا شكرا، الله يحفظك. يوفر هذا الممشى مساحة واسعة للعائلات وأطفالهم لقضاء أوقات ممتعة وشيقة في هذه الأجواء الخريفية. أحمد بن محمد المعمري، محافظة ظفار. زميلنا أحمد المعمري وغدير، كيف حالك؟ الحمد لله. رحتي جبل سمحان؟ اي. ايش رايك في المكان؟ المكان مثل ما تقول سابقا ايام زمان لما رحنا كان فيه يعني حد
مكانك لك أنت تنظر منه، ولكن الحين طبعا الحمد لله صار في سبل وقاية بحيث أنه الأشخاص ما تتجاوز هذاك الحد، لأنه يعني خطر كثير الجبل علوه شاهق شاهق علوه شاهق وإطلالات جميلة. صحيح. طيب شو رأيك نروح مع المشاهد الكريم مباشرة عبر الأقمار الصناعية في ربط مباشر من جبل سمحان. جبل سمحان طبعا المطل على مدينة مرباط، جبل سمحان في ولاية مرباط بالتأكيد، ومطل على السهل ومشاهد جميلة جدا من هناك. زميلنا محمد بن عبد الله المهري. محمد مساء الخير. مساء الخير عامر، ومساء الخير أيضا لغدير، وتحياتنا أكيد لكل المشاهدين الذين يتابعون هذا الربط الحي والمباشر من هنا من مرتفعات جبل سمحان. شدتني في الخلفية، أنت في الكهف محمد صح؟ أنا في كهف حيور عامر، وكهف بأمانة جميل. هذا الكهف نتحدث عن طبعا تجهيزه وتأهيله في عام 2016. بناخذ معك التفاصيل كلها، لكن شدنا في الخلفية المنظر الامتداد لسهل، والخلفية يعني أيضا إطلالة جدا رائعة من هناك. تفضل يا محمد. أكيد عامر، مثل ما ذكرت إطلالة بأمانة مميزة. نتحدث اليوم عامر وغدير أيضا المشاهدين الكرام عن مرتفعات جبل سمحان، هذا الارتفاع الشاهق، هذا السمو والعلو الذي يبلغ 2100 متر عن سطح البحر. نتحدث عن أجواء مقارنة بكثير من الأماكن باردة. اليوم أنت في هذا المكان تستشعر وكأنك في طائرة هكذا تحلق. نحن نتواجد الآن في كهف حيور. كهف حيور بعد التأهيل أصبح بأمانة مقصد أيضا للزوار من داخل السلطنة وخارجها، ليس فقط في موسم الخريف ولكن طوال العام. نتحدث عن رحلات ربما للشباب وللأسر في نهايات الأسبوع إلى المكان. الجميل أيضا في هذا الارتفاع هو منصة مشاهدة طبيعية، لأنك من هنا مباشرة ربما تحلق أيضا بذاكرتك الجميلة على هذه الروابي الخضراء والأودية، مرورا بهذه السواحل الناعمة الفضية لولاية مرباط. بأمان الأجواء أجواء جميلة، ناهيك عن هذا الثراء أيضا، هناك ثراء وتنوع طبيعي. نتحدث عن طيور مهاجرة وتنوع أيضا لكثير من الكائنات، تنوع بيولوجي بالإضافة إلى التكوينات الصخرية سواء كانت هنا في كهف حيور أو من خلال النتوءات المتواجدة على حافة أيضا جبل سمحان. مكان اليوم نحن أردنا أنه نأخذكم إلى مكان في نوع من العلو، في نفس الوقت في أجواء باردة، نستشعر الآن أيضا هذا الجو. وقبل وبعد نتحدث عن مكان في النجد قبل أيضا قليل، وإحنا متجهين إلى المكان. طبعا هناك طريقين مؤديين إلى المكان. أولا هذه المرتفعات تبعد عن مدينة صلالة حوالي 67 كيلومتر تقريبا، ولكن هناك خيارين أيضا للسائح والزائر عن طريق أيضا دربات، وأيضا عن طريق ولاية مرباط تحديدا عقبة حشير، هذه العقبة التي من خلالها تستطيع أن ترتاح أيضا قليلا في وادي حينو، هذا الوادي الذي يشتمل على كثير من التنوع بأمانة الإحيائي. هناك أيضا شجرة التبلدي النادرة، وهناك شجرة أشجار الصبار، وسمي هذا الوادي نسبة إلى وجود كثير من الأشجار للحنة. هذه الأودية الجميلة أيضا يعني مساحة ومسافة إلى نياب الطوعتير. نياب الطوعتير هي المفصل في الذهاب إلى هذه المرتفعات، وتستطيع أن تحضر أيضا بعض الأشياء وتتزود أيضا من المحلات المتواجدة هناك ببعض المستلزمات المختلفة. بأمانة المكان جميل، بأمان المكان رائع جدا، وهناك إطلالة جميلة يعني تستطيع أنك تستظل أيضا من خلال هذا الكهف. وأيضا البساط الأخضر لاحظنا أيضا وإحنا جايين للمكان، هناك فريق متخصص في رياضة المشي الجبلي، هذا الفريق من كل أنحاء العالم، ولكنه وجد ضالته ربما في مرتفعات جبل سمحان، وأيضا كاميرا وعدسة برنامج من صلالة لقطت أيضا العديد من اللقطات لهذه الرياضة التي تستهوي الكثير. بأمان المكان يدعوك للزيارة، بأمان المكان يشد أيضا الزائر، وهي دعوة من خلال فريق الربط اليوم من خلال برنامج من صلالة يدعوكم لزيارة مرتفعات جبل سمحان. بأمان عامر المكان ولا أروع. الموقع محمد مثل ما تفضلت صار مزار على مدار العام.
يعني في أوقات كثيرة حتى في الفترة ما قبل الخريف حين تكون درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة إلى حد ما في مناطق السهل عموما في ظفار، دائما المرتفعات الشاهقة خاصة جبل سمحان وجبال الوسط وسط ظفار وكذلك جبال القمر تتيح للزائر أن يستمتع بنسيم عليل ودرجات حرارة منخفضة. إلى أي مدى يعني ممكن أن تحدثنا أيضا عن الجو محمد عندك؟ الأجواء بأمان عامر يعني أجواء باردة، يعني نتحدث عن تغير في درجة الحرارة. أنت تتحدث عن جبال شاهقة 2100 متر ليس أيضا بالأمر الهين، ولكن الأجواء ونحن الآن نتواجد على الهواء في هذه اللحظة أيضا الوقتية هنا في كهف حيور بأمان الأجواء جميلة. وأيضا الملفت النظر عامر إنه المكان ليس فقط منصة مشاهدة طبيعية بل التقاطات ربما تكون نادرة أيضا للمصورين. اليوم انقشاع تماما، انقشاع كامل عن الضبأ، لذلك مساحة الرؤية حتى للمشاهد، مساحة الرؤية حتى للملتقط لهذه الصور بأمانة رائعة وجميلة. المكان فيه تضاريس جميلة أثناء رحلتك، وهذا المكان أيضا الذي تستشعر فيه السمو وأنت تشاهد ربما هذه الإطلالات المختلفة، لوحات طبيعية ربانية جميلة. عادة هي فرصة لمشاهدة السحب يعني تكون منخفضة ما بين منطقة السهل ووسط الجبل، لكن يبدو أنه هذا المنظر اليوم يعني غير موجود، ولكن هو على حسب طبعا حركة السحب في المنطقة محمد. أكيد ربما أيضا من اللحظات التي تلتقط أيضا فيها السحب فيها هذه الصور عامر مثل ما ذكرت، عندما يكون هناك سحب، يعني عندما يكون هناك سحب في جبل سمحان فتستشعر وكأنك تركب هكذا طائرة، وهذه الطائرة تحلق فوق السحب، لذلك بأمانة مساحة رؤية جميلة عندما يكون السحب. إذن مرتفعات جبل سمحان مشاهدي الكرام عامر أيضا وغدير هي فرصة أيام انقشاع الضباب لرؤية هذه المساحات، وأيضا عندما يكون هناك سحب لالتقاط هذه الصور التذكارية الرائعة. هذا الممشى أيضا عامر ممشى جميل، الممشى إلى الكهف ثم ما بعد الكهف. نعم. هناك كثير من الأسر. نعم في كل الحالات الموقع جميل، إضافة إلى يعني وجود بعض الأشجار النادرة في المنطقة، شجرة تحدثنا عنها في واحدة من حلقاتنا خلال الفترة الماضية، طبعا سواء كان كشجرة التين البري أو غيرها حتى من الأشجار الموجودة في هذه المنطقة، واللي نتمنى بالفعل أنه أيضا يكون لها يعني اهتمام أكثر وصون لها يعني والحفاظ عليها. أشكرك يا محمد جزيل الشكر، شكر موصول أكيد للشباب اللي معك، أخواننا حامد بعمر في التصوير وبقية الشباب معكم في فريق النقل، كنتم معنا من جبل سمحان، وهذه الصورة الجميلة التي وافيتونا بها وافيتمونا بها مع المعلومات أيضا الطيبة حول المكان. شكرا لك محمد. شكرا عامر، ونلتقي إن شاء الله في تغطية أخرى وموقع آخر وبرنامجكم من صلاة. كنا نتمنى أنه يكون عندنا من الفرصة ما يتيح لنا لزيارة هذه الأماكن التي يعني زملائنا دائما يزورونها، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة دائما نمني النفس يعني خلال الأيام الجاية تكون عندنا فرصة وأيضا نزور هذه الأماكن الجميلة حقيقة، كلها أيضا متوفرة من خلال الخرائط، سهل الوصول إلى هذه الأماكن، يعني ليست هناك صعوبة، بإمكانك اقتناء عزيز المشاهد اللي ناوي زورنا هنا في محافظة ظفار اقتناء الخارطة اللي فيها الأماكن طبعا السياحية المختلفة، وبالتالي سهولة الوصول إلى هذه، وأيضا هناك طريقة السؤال وانت رايح شوف لك حد أيضا من أهالي المنطقة، دائما الناس ما شاء الله عليهم يعني يرحبون بالضيفة، يقدمون أقصى ما يستطيعون من المعلومات والمساعدة. أيضا بإمكانهم أنه هم يستدلون باللوائح، في لوائح والناس اللي هناك طبعا ما تقصر، أنا واحدة من الناس اللي ضعت اللوحات الإرشادية. المشكلة صحيح. إنه فترة الخريف مع الضباب أحيانا اللوحات الإرشادية يكون صعب يعني نقول الرؤية بالنسبة لها، يعني خاصة عند الأماكن المفترقات. صحيح. يعني نعم. أنا نفس الشيء صار معي، رحت هناك وكنت حابة أني أروح أقوم بزيارة لجبل سمحان، فضعت طبعا. ليش؟ لأنه كان ضباب والرؤية كانت شوية صعبة،
فيعني الناس هناك ما شاء الله ما تقصر، يعني فلان في سوبر ماركتات وكذا بإمكانك أنك توقف تسأل تستفسر بإمكانكم، يعني المكان ليس مقطوع عن الخدمات وليس مقطوع عن الناس. صحيح. وأيضا نعم. بإمكانهم يروحون بالسيارات نعم. 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 كل أنواع السيارات ممكن تروح، الطريق يعني جيد بإمكان المركبات الدفع الرباعي، بإمكان أيضا السيارات الصغيرة أيضا نعم. بالتوجه إلى جبل سمحان الطريق جدا جيد، وأيضا بإمكانكم في حال أنه صارت عندكم صعوبة الوصول إلى جبل سمحان بإمكانكم السؤال والاستفسار من الناس اللي موجودة حوالينكم. طبعا منطقة مأهولة بالسكان، وهذه المرة أيضا مشاهدين الكرام واحدة من فقرات برنامجنا اللي تعودتم عليها معنا، فقرة كان في زمان الماضي مع الشاعر حسن بن سالم المعشني، وحسن هذه المرة اختار لنا فن الوياد، وهو فن من الفنون الشجية هنا في محافظة ظفار، من الفنون العمانية المغناة. طبعا هو فن سماعي، وأيضا هو يرتبط بأحداث معينة ووقت معين وظروف معينة أداء هذا الفن، خاصة في مناطق الجبال. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ولماذا اختار حسن أيضا هذه القصيدة بالذات من فن الوياد مع أدائها بصوت المبدع الجميل محمد البرعمي مع زميلنا وأخونا الشاعر حسن بن سالم المعشني. ما بيعهن مهما عطوني من المال، لأن الذهب صعبة نلاقي بديلة، عايش معاهن مهتن الروح والبال، سالي وراضي لو حمولي ثقيلة. شاعرنا كان من عشاق الإبل وقال للبيتين في حب الإبل. طبعا رغم صعوبة الحياة في السنوات الماضية وفيه قصص كثيرة في ارتباط العربي بالإبل، في يوم من الأيام وانتم تعرفون طبعا اصحاب الابل رحل غير ثابتين في مكان محدد، الحياه كانت صعبه في تلك الفتره، فاشار عليه احد من اهله قال له يا فلان بيع الابل واستقر في مكان معين وعيش مثل كل هذول الناس اللي عايشين، وكان متعلقا كثيرا بابله وقال هذه الابيات. بيعهن مهما عطوني من المال، لأن الذهب صعبة نلاقي بديلة، عايش معاهن مهتن الروح والبال، سالي وراضي لو حمولي ثقيلة.
كانت هذه اذا مشاهدي الكرام وقفة مع فن الوياد او وياد كما هو واحد من الفنون العمانية المغنى هنا في جبال محافظ ظفار، والى حد كبير طبعا تتشابه هذه الفنون السماعية، فنون هي فنون سماعية غير ذات ايقاع، لا تستخدم معها الايقاعات، وهذا شأن طبعا المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية عادة ما تكون الفنون بهذا الشكل، وايضا هو ربما تكون صورة غدير للتنوع الكبير للتراث الفني في عمان عموما. صح. ما بين مناطق المدن والسواحل وكذلك الجبال والبوادي. صحيح، طبعا نحن عمان ما شاء الله فيها المناطق الكثيرة، مثل ما قلنا قبل كل منطقة لها فن وكل منطقة لها منظر وكل منطقة لها أيضا جوها الخاص فيها، ونحن سعيدين كثير أنه نقوم بتغطية هذه الأشياء وعرضها للمشاهدين اللي من داخل وخارج السلطنة، بحيث أنه هم يعرفون الفنون اللي عندنا، يعرفون التراث اللي عندنا، يعرفون الحضارة اللي عندنا إيش هي، وهذا شيء كثير حلو يعني. جميل. نشكر حسن المعشني، شكرا كثير. أكيد أكيد، وهي إضافة أيضا إلى فكرة السياحة ككل، بحيث أنه يعني بالإمكان أيضا الزائر بالإضافة إلى طبعا الاستمتاع بالمناظر والمشاهد والأماكن الجميلة يأخذ فكرة أيضا عن حضارة هذه المنطقة وعن فنونها وآدابها. هذه الفن اللي كان قبل قليل، أتخيل كثير من أبائنا وأمهاتنا يعني هم يعني يستمعون إلى هذا الفن، هو عموما يعني ليس ممارس كثيرا يعني في السنوات الأخيرة، يعيدون هكذا، نعود بهم يعني بالذاكرة إلى أيام زمان وعشان كذا سميناها كان في زمان الماضي. في حلقتنا اليوم أيضا مشاهدي الكرام مفردة أخرى من مفردات الجمال في هذا الموسم، موسم الخريف، الأخ محمد شنفري أبو حازم، أنا ممكن أسميه خبير بحقيقة لأنه ما شاء الله عليه رجل ثقف نفسه في مجال البيئة في عموم مناطق عمان وأيضا هنا في محافظ ظفار، من حيث تنوع الأشجار واستخداماتها وأنواعها وأسماءها العلمية، وكذلك يعني إذا كانت بعض هذه الأشجار غدير يعني متفردة ومش موجودة إلا في هذه المنطقة، هو يقدر أن يوصفها، وعنده ما شاء الله عليه أيضا معلومات عن، يقرأ كثير، وعنده حسب ما أعرف أنه أيضا عنده تواصل مع مهتمين في هذا الجانب. أبو حازم اليوم يحدثنا عن شجرة الريحان الظفاري اللي اسمها العلمي فورسكول. تفاصيل أكثر عن شجرة الريحان مع أبو حازم في فقرة بيئتنا. السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين معنا في هذه الفقرة. نحن حاليا في منطقة شاعت، ولكن لكثافة الضباب بإذن الله راح نتجه إلى الأسفل للحديث عن نبات عطري جميل، تابعونا. نتمنى من الأخوة زوار المكان خاصة هذه الأماكن الوعرة والصعبة، أولا أخذ الحيطة والحذر ووضع الغيارات المناسبة الثقيلة في سيارات الدفع الرباعي، وإذا كان عندك غالق المحاور أتمنى يتم تشغيله. إلى جانب ذلك أتمنى تفادي رمي المهملات في هذه المناطق، لأن عمال البلدية وعمال النظافة لا يستطيعون الوصول إلى كل مكان.
عند الذهاب إلى المناطق التي يحتمل أن ينقطع فيها الإرسال يفضل أن تخبر أحد من معارفك أو من الأهل بالموقع الذي ستكون فيه حتى لا سمح الله إذا صار أي عارض يكون دائرة البحث صغيرة. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى أسفل منطقة شعد، ونحن حاليا على ارتفاع 278 متر على سطح البحر، ودرجة الحرارة هنا حوالي 26 درجة مئوية. المكان مثل ما تشاهدون هنا جميل ويتميز بنسيم لطيف، وهناك العديد من المناظر المتنوعة في هذا المكان المميز، وراح نتكلم إن شاء الله عن نبات جميل وعطر. تابعونا. ريحان فورسكول أو كما يعرف علمياً باسم أوكيموم فورسكولي، هذا نوع من الريحان هو واحد من نوعين في محافظة الظفار، والنوع الآخر يعرف باسم الريحان الظفاري أو أوكيموم دوفارينسي. هذه الزهور ريحان فورسكول كما تظهر لكم في الصورة، وتتميز بزهور متعارضة تنمو بشكل عمودي. هذه الزهور تتميز برائحة مألوفة لمن يملك أزهار الريحان المألوفة في الحدائق، ولكنها تقل نسبيا في القوة، وهي أيضا أقل في كثافة الرائحة مقارنة بالنوع الآخر في محافظة الظفار، والذي يعرف باسم الريحان الظفاري أو أوكيموم دوفارينسي. يمكن استخدام هذه الزيوت العطرية كنوع من الرادع للحشرات، حيث أن الحشرات غالباً ما تنثر من الروائح العطرية الزكية، سواء كانت العطور الطبيعية أو حتى العطور الصناعية. هناك مقالة علمية منشورة في Tropical Journal of Pharmaceutical Research أغسطس 2014 لجامعة بنين في نيجيريا، تتحدث عن الخواص المضادة للميكروبات والمضادة للأكسدة لهذا النبات. في الختام أعزائي المشاهدين، نتمنى أن تكون هذه الزهرة الجميلة قد نالت على استحسانكم، آملاً أن تستطيعوا أن تشموا هذه الروائح الزكية بأنفسكم في طبيعتها، ولكن أيضاً نتمنى أن تزرع هذه النباتات في منطقة البلدان حتى يتعرف عليها الزائر والسائح، مع وضع بعض اللوائح التعريفية باسم النبات. نلقاكم بإذن الله في فقرة لاحقة. في أمان الله. في الألف الثالث قبل الميلاد نسجت أول حكايات العبق العريق وتناقلت عبر الأزمان. كانت حكاية وهي اليوم غاية، توارثت الأجيال حرفة وأصبحت اليوم شعلة، وامتزجت قوة الاسم بعبق اللبان، أخذ من جمال الطبيعة سحرها، فعزفت سمفونية اسمها عطر سمهرم. عطر سمهرم
من الشعلة للعطور. سعادتكم ومتعتكم في أتينا لاند وسط أحضان الطبيعة وبسهل أتين، حيث الألعاب وفنون التسلية والمرافق والمطاعم الخدمية التي ترضي رغباتكم. فأهلاً وسهلاً بكم في منتزه أتينا لاند، بيتكم الثاني. مع كل صباح تبدأ قصة جديدة وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياة البسيطة نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته. بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. هذا حامد النينجا. حامد خبير في أخذ تابلت والدته ويتخبى في أماكن غريبة، وكل هذا عشان يجيب سكور عالي. لكن أخت سارة بطلة مشاهدة الفيديوهات ما تسمع شيء، صوت الفيديو اللي تشوفه يكفي ويوفي. تابعوا إيش بيصير. 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هاشم ملك الراب. حضرت لكم أغنية نار. يحتاج يركز على كتابة أغنية العاشرة. سارة وطي صوت التلفزيون، قاعد أكلم المعجبين. ومثل العادة النقاش اللي ما يجيب نتيجة، الأب والأم يخططون للإجازة. إيش رأيك نروح أمريكا؟ بعيدة. روح بانكوك. خلاص زحمة. باريس. ما يتكلمون إلا فرنسي. إيش رأيك نروح صلالة؟ تعرفوا على عائلة طارق، خدمة الإنترنت المنزلي من عمان تل تناسب كل احتياجاتهم. في انتظارك مغامرة رائعة ستداعب جميع حواسك على مد طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمليينر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 Dreamliner. أطلق لحواسك العنان لتحلق عالياً. We'll be right back.
سيد الحسن يا كم من مشاعر لها في ظفار العزيزة زم فصل الخريف والحمر من قمم دربة أهلنا يا مرحبا بالضيوف من وصل دارنا قد نال عز الطلب في ظفار العزيزة زم فصل الخريف والحمام القمم درب سلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رائع جدا مشاهدين الكرام هذا التواصل معكم، هذا التنقل أيضا والتنوع في الفقرات في حلقة اليوم، وهو شأن كل الحلقات الحمد لله. الحمد لله. شلالات جوجب غدير يمكن من الشلالات اللي قليل الناس يقدروا يوصلوا لها، لأنه ما لها طريق سيارات، لكن في لها طريق مشي، ممكن واحد يوقف سيارة ويمشي لها. هذه السنة ما شاء الله أماكن الشلالات تطلع لنا كذا فجأة في أماكن، يعني سبحان الله، يعني أماكن يعني ما تكون ما في لها ترتيب سابق، ما في ترتيب مسبق لها، فعشان كذا مرات تستصعب تكون في ممشى، حتى الممشى يكون مرات لما تروح مشي على الأقدام يكون صعب، لما تأخذ سيارتك صعب، ففي مرات الناس تضطر أنها تستخدم طيارات الفانتوم تصور من بعيد. عجبتني مرات هو ياخذون يعني في اماكن احيانا يعني هي احيانا ياخذون يعني الكاميرات العلويه بحيث انه ما في طريقه صار الان سهل التصوير في الاماكن اللي هي الصعبه، صحيح، خصوصا في هذا الشلال اللي تكلمنا عنه هذاك اليوم كان صعب الوصول اليه، غير عين غير، نعم هذاك ابداع، جميل المكان، هذاك ابداع يعني ما كان في له طريقه وصول. على فكره بالنسبه للغيض احنا قلنا انه اول مره يعني نظهروا في البرنامج، لكن يبدو انه زملاء العام الماضي ايضا فاضت هذه العين وايضا صوروها، يعني انتم هم يظهروها ولا نحن، المهم انه الناس يشوفوا، صحيح، هذه الاماكن الجميله. نذهب في حركه الناس، فقره حركه الناس، الى شلالات جوجب، نقترب منها اكثر لانها مشين على الاقدام ولا بعيدا من خلال التصوير. نتابع. Thank you.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا اليوم، برنامجكم من صلالة. كنا معكم من هنا من استوديو تلفزيون سلطنة عمان في جبل إتين، وطبعا خلال هذا الوقت بالتأكيد حاولنا نقدم أكبر قدر ممكن أيضا ما يتيحه لنا الوقت من معلومات ومن فقرات، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تكون عجبتكم تغطيتنا عمر يومية ومستمرة مع المشاهدين. وأيضا قبل ما نختم البرنامج مشاهدين، نذكركم أيضا أنه في سحب بتاريخ 25 أغسطس بإذن الله تعالى، والجائزة مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقدرها 8000 ريال عماني، راح تكون مقسمة على فائزين. طرق الاشتراك موجودة في هاشتاغاتنا، وأيضا ستكون معروضة أيضا على شاشة التلفزيون، وبإمكانكم إرسال رسالة نصية تكتبون فيها كلمة عمان فقط، وترسلوها من عمان تل إلى 91195، وترسلوا من أريدوا إلى 91820. وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في هذاك اليوم، تكون فرحتنا أيضا فرحتين مع فائزين اثنين إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكم منا في الختام أيها الأحبة أينما كنتم كل التحايا والمحبة من جميع الزملاء بلا استثناء. إلى اللقاء.